في فترة الأجازة إيه هي هواياتك المفضلة؟ والله بصوا، يعني أنا جوايا في فنان وجوايا في بني آدم نفسه يعمل حاجات كتير قوي. نفسي أسافر، أنا بحب أرسم قوي، نفسي أشوف بحر، بس يعني فترة الأجازة أنا في الشغل، يعني هي دي الأجازة بتاعتي. نفسي في إيه؟ نفسي في حاجات كتير، بس أنا فعليا فين؟ في الشغل. مين أقرب حد ليكي في الفريق أو المنتخب أو من بره النادي؟ قولنا عنها سر محدش يعرفه. وعمدا أقرب حد ليا في النادي في المنتخب هي آية خالد. سر عنها هقول لكم. آية خالد تقريباً البني آدم الوحيدة اللي ما بتحبش الموز، ما بتحبش الموز خالص، وأنا دايماً ببقى مصرة إن أنا أكلها موز، بس هي ما بتحبش الموز، ما بتحبش جوز الهند، وأنا دايماً أروح أجيب من الحلويات اللي هي في حلويات كده بجوز الهند اسمها مش فاكرة اسمها إيه، بس أجيبها لها وأكلها لها بالعافية، بس هي حاجة غريبة جداً ما بتحبش جوز الهند والموز. مين أكثر واحدة تركت في الفريق؟ لا، هو الإجابة على السؤال ده خلينا نقسم لنا قسمات كبيرة، فهو ما فيش حد، احنا ماشيين على نظام وعاملين دايت وكلنا ماشيين على الدايت وشطار كلنا. مين أكتر واحدة بتعرف تحتفل؟ يعني تحتفل كتيك توك وكده؟ صراحة أنا. مين الدراما كوين؟ ما هي دراما كوين، وأنا لو قلت هي مين هنفضل نصلح فيها الموسم الجاي كله، ف نعديها. مين السوسة اللي عارفة كل حاجة بتحصل حواليها؟ ندى وليد، فيش غيرها، هي دي. أي حد قصير كده قريب من أرض هو ده كده سوسة. أكتر واحدة بتقول إفهات ونكت بايخة. بس هي أكتر واحدة بتقول إفهات وبتضحكنا بصراحة دعاء غباشي وسارة أمين، بس هي دعاء غباشي أكتر يعني، بس هي متبقاش بايخة صراحة، احنا بنضحك عليها. أكتر واحدة بتغني طول الوقت وصوتها وحش، سارة أمين. أوف، صوتها وحش جدا وبتغني، عندها أغنية مفضلة، أغنية كتكوت. يعني أرجوكوا بطالبكوا بطالب الجمهور إن هي تغني كتكوت. أكتر واحدة قماصة برضو تاني، ما هي قماصة، فأنا لو قلت عليها هنروح في ضحية، هي نفس الدراما كوين. أكتر واحدة مهتمة بالموضة، والله ما عندناش حد مهتم بالموضة، كلنا بالشباشب في الشارع، ما عندناش حد مهتم بالموضة.